أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه عرف كيف يتعامل مع بايرن ميونخ القوي، أما كارلو أنشيلوتي فاعتبر أن بداية فريقه كانت جيدة لكن أفضلية أتلتيكو بدأت تظهر بعد ذلك. نحن سعداء جدا لأننا قدمنا مباراة متكاملة كما قلت، ولكن قوة الأداء والقيمة التي وضعناها خلال 90 دقيقة أمام فريق استثنائي ولاعبون مميزون، ولكن لدينا فكرة واضحة كيف نلعب هذه المباريات، وبعد ذلك بعد مجهود اللاعبين ظهرت جودة اللاعبين وظهرت كاراسكو ليسجل هذا الهدف الرائع. كما حدث في حالات أخرى أمام أتلتيكو مدريد لعبوا بقوة كبيرة في الأداء، بدأنا بداية جيدة هذه المباراة وبعد 20 دقيقة بدأنا نخسر بعض المواجهات الفردية والمباراة صعبت كثيرا، وبعد ذلك سجلوا الهدف وبعد ذلك البحث عن الفرص لم يكن سهلا.